قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع الملك حمد بن عيسى الخليفة عاجل مملكة البحرين لدى مغادرته مدينة العالمين الجديدة. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وملك البحرين كان قد أكد خلال لقائهما الأخوي قوة ومتانة العلاقات المصرية البحرينية التاريخية التي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة والحرص على تحقيق تطلعات الشعبين في التقدم والبناء والتنمية.